هنبتدي دلوقتي نبص على التكست جوه فلاش. لو انا جبت الحرف الـ A ده اللي هو التكست تول وابتديت احطها هنا وابتديت اكتب، زي ما انت شايف ان هو خد الفونت من هنا وخد الكولر من هنا وخد الفونت فيس تمام من الحتة دي. اوكي، لو انا عايز اغير الفونت في فلاش اعمل ايه؟ اكليك على الدروب داون منيو دي، هتطلع لفوق كده زي ما انت شايف، وكل ما هعدي على فونت هيوريني في المربع الابيض اللي تحت ايه اللي بيظهر بالظبط. اذا كان الفونت ده يمكن ان يعني يمكن فلاش هيعرف يعبر عنه ولا لا، يعني مثلا الفونت ده لما هيجي فلاش هيكتبه سيمبلز اللي انت شايفها، لكن ده مثلا هيبقى شكله كويس. تايمز نيو رومان زي ما انت شايف ده فونت، خليك فاكر اسمه لان الفونت ده مكتوب على موجود على كل سيستم تمام. هرجع برضو الفونت بتاعي اللي انا كنت عامله بيه، هنرجع حكايه الفونت اللي موجود على كل سيستم دي هشرح لك بالراحه كمان شويه. لو انا عايز اغير حجم الفونت، حجم الفونت اهو باين عندي 16، يكتبه بايدي خليه مثلا 25 اوكي، او اجي على السهم ده اكليك عليه هيظهر لي كرسر تاني اتحكم فيه عن طريق الكرسر تمام. يعني انا اقدر اغير الفونت فيس او شكل الفونت واغير حجمه وكمان اقدر اغير الكولر بتاعه تمام. ومش كده وبس، لا ده انا اقدر كمان اغير الالفا بتاعته. الالفا يعني درجة الابيض اللي هيتحط على اللون، هفتحه يعني تمام. لو انت ملاحظ ان التكست له فيل بس تمام، لكن ملوش ستروك، خليك فاكر التكست ملوش ستروك، ملوش حواف تمام. التكست برضو بيقبل حاجات زي اللي ممكن تكون اتعلمتها مع الوورد مع الوورد او اي ابلكيشن تانية، ان هو بيقبل يبقى بولد او ايتاليك تمام. ولو كنا كاتبين تكست كتير على في المكان ده ممكن يبقى نعمله alignment left ورايت او في النص حتى تمام، او نعمله justify نفرده في مساحه التكست بتاعته تمام. وبيقبل كمان ان احنا نغير البوزيشن بتاع الحروف تمام، نغير الحجم بتاع الحروف يعني نقطة التباعد ما بين كل حرف والتاني. ويقبل كمان ان احنا بدل ما نكتب vertical نغير ال vertical دي نخليها vertical left to right او vertical right to left، او نخليه زي ما هو horizontal، احنا بنكتب horizontal تمام. ايه تاني ممكن اقول لك عليه؟ التنشن هاندل دي بتغير الحجم بتاع التكست اريا بتاعتك تمام. والجزء ده برضو بيغيره، بس بص ما بيغيروش غير في اتجاه الزياده او النقص في اتجاهه، ما بيزودش عن الفونت فيس، لكن ده تمام برضو ما بيزودش. لكن لو عندي كذا لاين يعني مثلا كتبت كده تمام، لما ابتدي اصغر هيظهر على قده، ولما اخش تاني هيروح ناطط لتحت عشان ينزل حرف. هو كان مش نازل حرف، هو نازل حرف من اللي فوق تمام، وخلى اللي تحت لسه زي ما هو كمان كده. لو انا عايز في السبيس ده قفلت الكلام ده كله اصغر الفونت بتاعه تمام. اوكي كده احنا ماشيين صح؟ احنا ماشيين صح. طيب ايه تاني ممكن نبص عليه فيما يخص التكست؟ زي ما اتفقنا ان التكست بيتغير لونه وشكله وحجمه. طيب خد بالك بقى كويس قوي من اللي انا هقوله. فلاش فيه 3 انواع من التكست. اول واحد فيهم اللي احنا شغالين بيه اللي هو الستاتيك تكست. الستاتيك تكست اللي احنا بنعمله ده اللي هو تكست ثابت، بمجرد ما هعمل كنترول وانتر هتست الموفي بتاعي
مفيهوش اي حاجه. بص بكليك عليه مفيش اي حاجه. تمام. في حاجه تانية ان انا ممكن اعملها ان انا ابتدي اكتب تكست تاني. تمام. واقول له ان ده مش ستاتيك تكست، اقول له ان ده دايناميك تكست. لو انت لاحظت ان هو غير لي شكل الدايناميك تكست وحط لي المربع الصغير ده لتحت، لكن هنا المربع الصغير فين؟ لفوق. ولما انا عملت سيليكشن في حته ثانيه اهو، تمام، قال لي ان ده استاتيك تكست، النقط الصغيره السوداء اللي حوالين الكلام بقت بتقول لي ان ده دايناميك تكست. تمام. اوكي، ايه حكايه دايناميك تكست؟ الدايناميك تكست هو تكست غالبا مش هيبقى مكتوب قدامك، هو هيبقى جاي من مكان تاني، غالبا ملف تكست اللي هو بنعمله بالنوت باد، او جاي من XML فايل. لو كنت عارف يعني ايه XML فايل، دي نوع من الداتا بتتنقل في ملف اسمه XML. تمام. او من حاجه تانية اسمها داتابيز. داتابيز زي اكسس او ماي اس كيو ال او سيكوال سيرفر حتى. داتابيز يعني قاعده بيانات. احنا فعلا ممكن نشغل فلاش ان هو يقرا من قاعده بيانات، وده توبيك مهم جدا لما نبتدي نعمل ابلكيشن. ايه تاني غير الدايناميك تكست موجود؟ في في حاجه تانية اسمها انبوت تكست. هاجي اسلكت واحده ثانيه تكست تول، اكليك هنا واقول له ان دي انبوت تكست. تمام. خليك فاكر احنا عملنا ستاتيك تكست ودايناميك تكست وانبوت تكست. ايه الانبوت تكست؟ ايه حكايه الانبوت تكست؟ طيب عشان اعلمهم بس من بعض، انا هاجي هنا واخد فيلد كده صغير هعلمه بلون تاني. تمام. وارجع للتكست بتاعي. تمام. اللي هو انبوت تكست، وهدوس كنترول وانتر. انا قصدت ان انا هعلم الجزء ده لان انا هكليك في نصه واوريك حاجه بتظهر. بص input text، ده الانبوت تكست اللي هو المفروض ان انت كيوزر اللي تدخل البيانات في البرنامج في الويب سايت. يعني مثلا انت بتفاجئ بويب سايت بيطلب منك الايميل بتاعك، مش شرط ان هو يكون الويب سايت ده معمول HTML، لا ده ممكن يبقى معمول فلاش وفي مكان عشان تحط الايميل بتاعك واسمك وتعمل ريجستريشن. تمام. ده دول التلات انواع بتوع فلاش فيما يخص التكست، وبقول لك خد بالك منهم عشان ممكن تختار حاجه غلط فتفاجئ ان الابلكيشن بتاعتك مش عايزه تشتغل. بس كل حاجه قابله للتعديل. ده كان ستاتيك، بقى دايناميك. نرجعه تاني ستاتيك، هيبقى ستاتيك. طيب نكمل التكست في الدرس الجاي ان شاء الله.